حابين نتعرف بحضرتك، اسم حضرتك ايه؟ اسمي خانة حسين الفحم منصور ايدا، بقالي سنتين مقيمة هنا. طب احنا عرفنا ان حضرتك عندك قصة انسانية معينة حابة توضحيها للاعلام، ان حد يساعدك، اتفضل. حابة اني انا نفسي الصراحة اني دخلت طلعت من سوريا من الحرب من الضرب وادخل هنا عشان امن كل حاجة لابني داخلية، يعني على البيت ان حد يشتغل ويقدم، جوزي زي الناس زي ما تعرف الحتة اللي انا فيها جوزي برضو تعبان مش بيقدر يشتغل، انا معتمدة على ربنا وعلى الشعبيات والاهالي الخير اللي بيساعدوني وواقفين معايا. وبصراحة عندنا ربنا هو العالم بالحال، دخلت هنا عشان يعني هو تعبان وواصل لمراحل ربنا هو العالم فيها، ودخلنا ميت باب وباب يعني بالمعاية ويساعدوا بابني وربنا يوجه له الخير من وقف معايا. شكرا. من 4 أشهر محتاج يزرع يغسل يا يزرع. هو مريض من بقاله قد ايه؟ بقاله 12 سنة بالحالة دي. هو بيروح مدرسة؟ لا ما بيروحش الصراحة. طب كانوا في سوريا بيروحوا؟ لا برضه في سوريا كان تعبان مش عارف خليه يروح. اه طب انت معاكي اولاد قد ايه؟ معايا 3 أولاد بنت. مقيمين معاكي هنا؟ موجودين معايا. طب انت مقيمة فين هنا؟ قاعدة بأبو كبير بطرق الكرمة، تبقى في الشارع زبون. مقيمة إيجار طبعا. الإيجار بتاعتي 600 جنيه. رحت على مشفى غنيم طلب مني 20,000 دولار على زرع الكلى، وعشان اقطع كارت وادخل طلبوا مني 850 جنيه عشان ادخل ابني ويعملوا له تحاليل والاشاعات. انا قلت لهم عامله كل حاجه بس ان ابني هيزرع، وانا جيت اسعر الزرع بتكلف كام عندكم، قالوا لي انت تعتبري اجنبيه وزرع الكلى بتكلف 20,000 دولار، واذا هغسل لابني تقريبا كل جلسة 3000 جنيه مصري. والزرع كله مصري تقريبا 400,000. وانا الصراحة ماليش قدرة يعني هجيبهم منين، انا يدوب بطعم العيالي وبوفر العلاج لابني، وانا مش راضي اغسله الصراحة. انا نفسي امنيتي ربنا يوجه له الخير مين كان اني هيساعد ويساهم معايا بحالة الطفل ده اني ازرع لابني، مش راضي اغسله. يعني انا الصراحة متلوعة بابني كتير وبحبه، يعني بقالي سنين وانا بعاني، ما دخلت هنا وبتمنى من كل واحد بيسمع صوتي وانا بالمرة مش بكلمة يعني لا بالشغلات دي، انا بطلب من اهالي الخير بس يوقفوا معايا واحسن ازرع لابني.